انا دكتور طاهر مصطفى من مركز اضحك لطب الاسنان. يمكن النهارده شفنا مع بعض الحاله مدام جيهان جات لنا وكانت بتعمل فول ماوث ريهابتيشن. اخذنا امبريشن او سكان يعني للابر واللور جو. في الظروف الطبيعيه طبعا كنا هناخد مقاسات عاديه بسيليكون اديشن او باباتي ولايت عاديين كوندنسيشن، وده كان هيبقى فيه بقى شويه مشاكل بتاعه صب المقاسات والجبس والحاجات بتاعه المعامل اللي دايما بيبقى فيه ديبيت بيننا وبين المعمل كده مين الصح ومين الغلط. ف انا بصراحه بقى لي فتره طويله عندي مشكله مع المعامل في الموضوع ده، وفي حاجات كتير كان بيحصل لها ريميك، وطبعا العيانين كانوا بيتضايقوا، وكانت بتبقى يعني حصل كبير قوي بيننا وبين المعمل وبيننا وبين العيان. فكان حل الموضوع ده بالنسبه لي بصراحه هو الديجيتال امبريشن. الموضوع بالاسكان مختلف تماما، اسهل كتير، اسرع كتير، ادق كتير. بقدر ابص على الاسكان بنفسي، بقدر احدد لللاب الفينش لاين على السوفت وير قبل ما ابعته لللاب، بقدر اعمل له السمايل زين اللي انا عايزه، بقدر الى حد كبير جدا احدد كل اللي انا عايزه من الكيس قبل ما ابتدي فيها خالص. وبالعكس احيانا بنبقى عاملين موك اب قبل، بقدر اوريه قبل ما بريب في نفس اليوم شكله والبريب ونحط له الموك اب. فالموضوع بيفرق كتير جدا جدا جدا. غير بقى انه طبعا بيوفر معانا الستبس اللي هي بقى بتاعه الصب وكده، فده بيقلل الوقت كتير، فبنقدر خلاص الحاله بشكل اسرع كتير. بس احنا النهارده اخدنا مقاس لمدام جيهان، وان شاء الله باذن الله بعدين نبص على النتيجه مع بعض لما تخلص باذن الله.